غارة جديدة في هذه الأوقات على مقر التنمية الذي كان من المفترض أن يعني يبدأ بعملية تسليم للمساعدات الطحين للعائلات الفلسطينية. طائرات مسيرة بدون طيار استهدفت مقر التنمية وهو مخزن يتواجد به عدد من المساعدات والطرود الغذائية. وصل الشهيد قبل قليل وعدد من الإصابات. شهود عيان أفادوا أن هناك عدد آخر من المصابين ربما شهداء كذلك بفعل هذا القصف الجديد الذي يستهدف شارع البركة تحديدا في مدينة دير البلح. الشهيد وصل عبر سيارة مدنية وبالتالي من المتوقع أن تصل تباعا سيارات الإسعاف بعد قليل من الآن. منذ الليلة الماضية والاحتلال الإسرائيلي يخصف وسط القطاع بغارات إسرائيلية مستمرة بالطائرات الحربية بالمدفعية بطائرات الكواد كابتر. كان هناك استهداف لمنزل شرق مخيم البريج دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة جدلة بالنصيرات أدى ذلك لارتقاء 2 من الشهداء فيما تم انتشال الشهيدين من أسفل ركام منزل يعود لعائلة يعني الراعي في مخيم النصيرات. سبق وقد تعرض هذا المنزل للقصف قبل حوالي 4 أيام من الآن. 2 من الشهداء أشقاء من عائلة زقوت من أقارب رواد هذا المنزل تم انتشالهما صباح هذا اليوم. إضافة لوصول شهيد بعد غارة إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات وتأمين لشاحنات تجارية كانت قادمة من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة أدى ذلك لارتقاء عدد من الشهداء تحديدا في كف المشروع برفح 13 شهيد بينهم شهداء من وسط قطاع غزة. وصل شهيد واحد فقط من دير البلح وهو سمير الدراوي. قد تم تشييع جثمانه صباح هذا اليوم فيما تم تشييع تأمين 4 من الشهداء وصلوا من مخيم النصيرات. إصابات أيضا وصلت بفعل عمليات الاستهداف الإسرائيلي من طائرات الكواد كابتر لمجموعة من المواطنين في شارع المخيم الجديد في منتصف سوق النصيرات. استهدفت هذه الطائرات الكواد كابتر وهي طائرات مسيرة بدون طيار مدججة بالسلاح وبكاميرات وبالتالي استهدفت المواطنين. أصيب طفل بالرصاصة بالقدم، أصيب شاب آخر برصاصة بالصدر وقد تم نقل الإصابات لمركز العودة الطبي. أيضا من عبر الحدود الشرقية لمدينة دير البلح الاحتلال الإسرائيلي قام بالإفراج عن عدد من الأسرى ممن تم اعتقالهم إبان الحرب أو منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع من مناطق عدة ومختلفة. لكن ما وصل لمستشفى الشهداء الأقصى 4 من الأسرى فقط المفرج عنهم، حيث في هذه الأوقات يتم يعني إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الرعاية الطبية لهم. جاءوا بشكل بوضع صحي خطير جدا. الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنكيل بهم، التحقيق معهم بأشد إجراءات التحقيق والتعذيب والضرب المبرح الذي أفادوا به قبل قليل. لم نتمكن من مقابلتهم لكن ربما خلال الوقت المقبل سيكونوا ضيوف معنا عبر الشاشة. لكن بالحقيقة ظروف صعبة يعيشها هؤلاء الأسرى ممن تم اعتقالهم منذ بداية الحرب الإسرائيلية وأيضا ممن تم الإفراج عنهم يعني قبل أيام، ولا يزالوا أيضا يتلقوا الخدمة الطبية داخل مشافي قطاع غزة لا سيما مستشفى شهداء الأقصى التي نتواجد بها في هذه الأوقات. كل الشكر لك من دير البلح زميل محمود اللوح مراسل الأقصى.